السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه وصفات فدوى ويتامني. راح ندير غراتا تاع السلق بالبيشاميل بدون بيض، راح يكون بزاف بنين وخفيف. قبل هذا راح نخلي لكم الفريكونس تاع قناه يوسات، هي قناه تلفزيونيه مصريه تبث الفيديوهات الخاصه باليوتيوبرز، وفي فتره يوكوك ممكن تشوفوا الفيديوهات الخاصه بي. كما شفتوني خليت لكم الفريكونس تاع القناه. حنمروا الكغاتة تاع نهار اليوم، هي كغاتة بزاف بنينة وخفيفة خاصة بالنسبة للناس اللي ما ياكلوش البيض، يعني ما فيهاش البيض. هنا نحتاج بصلة كبيرة قطعوها هكا صغير، درتها في طاجين وراح نضيف عليها شوية تاع الزيت ولا زبدة. انا هنا راح نستعمل الزبدة، اللي تبغي تستعمل شوية زيت دير. اذا هنا درت ملعقة من الزبدة وراح نقلي هذيك البصلة، ولا تنجموا ديروا مام خالط بين زبدة وزيت. راح نخلي برك الزبده تذوب شويه ونضيف عليها شويه تاع الزيت باش نقلو هاد الحبه تاع البصل. هنا بالنسبه للسلق ما تغلوه ما تفوروه، كيما راكم تشوفوا تغسلوه مليح وتقطعوه، راح نديوه مباشره يطيب مع البصل هكا باش تحافظوا على القيمه الغذائيه اللي فيه. اذا هنا راح نضيف غير شويه تاع الزيت، ماشي بزاف هكا، كميه قليله باش يذوب فيها البصل، يزيد يطيب فيها مع الزبده يجي بنين، وكذلك باش يعني نطيبوا فيها السلق. حتى السلق راح نذبلوه من بعد مع البصل هكا، راح يجيكم بزاف بزاف بنين ويحافظ على القيمه الغذائيه اللي فيه خير من اللي تفوروه ولا تغلوه. حتى يكون عندكم يعني كميه كبيره راح يذبل، ديروا شويه بشويه. اذا هنا درت بالنسبه للتوابل، درت ملح وراح ندير هكا رشه تاع فلفل اسود، خلطهم هكا مليح. حتى يذبل هنا غطيت عليه باش يذبل يعني بسرعه. راح نضيف السلق اللي تكونوا غسلتوه مليح وقطعتوه، يعني لازم تغسلوه مليح، حاولوا تغسلوه جيدا يعني بالماء، وديروا له شويه تاع الخل كي تكونوا تغسلوا فيه. ومن بعد نبداو نديروا بشويه ونقلوه هكا، ومن بعد نغطوه ونخلوه يذبل. يعني كل ما يذبل راح نزيدو حتى نكملوا كاع الكميه تاع السلق اللي عندنا. يعني حتى تكون عندكم كميه كبيره راح يذبل، تبداو ديروا برك شويه بشويه، ما ديروش كميه كبيره، يعني ديروا شويه بشويه وتغطوه وتخلوه يذبل، ومن بعد تبداو تزيدوا حتى تكملوا كاع الكميه تاع السلق اللي عندكم. درك كيما راكم تشوفوا بعد ما ذبل السلق راكم تشوفوا هذيك الكميه كاع اللي درتها ذبالت. اذا راح نضيف شويه تاع الزيتون الاخضر اللي تشلوه مليح، يعني شلوه من الملح، لانه ما تعرفوا السلق فيه نسبه من الملح، ويعني كون ديروا زيتون مالح راح يجيكم هذا الطبق بزاف مالح. انا شلوه مليح وقطعوه هكا شرائح. اذا استعملت الزيتون الاخضر، ممكن تستعملوا حتى الزيتون الاسود يجي بنين في الكغاتا، يعني اللي يكون عندكم توفر ديروه، ولا حتى الزيتون الحار. المهم يعني هنا هذا الطبق درتو بالزيتون يجي بزاف بنين. هنا راح نحضر صلصة البيشاميل. اذا درت في كسرونة ملعقة كبيرة ونصف من الطحين اللي هي الفارينة، وراح نضيف عليها ملعقة كبيرة ونصف من الزيت النباتي، نخلطهم مع بعض، نستعملوا الفوي باش ما يبقاش فيها تكتلات. من بعد راح نضيف الحليب. بالنسبة للحليب راح ندير كاس ونص تاع الحليب، وراح نضيف لها ملح وفلفل اسود، يعني البيشاميل ديروا لها دائما ملح وفلفل اسود، واللي تبغي تضيف جوز الطيب تضيف. اذا هنا راح نزيد كاس ونص تاع الحليب وملح وفلفل اسود، وكي ديروا الحليب دائما تبقاو غير تحركوا هكا باش تنجحوا في البيشاميل، يعني حتى تحصلوا عليها ثقيله ولا خفيفه، يعني حسب القوام اللي بغيتوه. المهم تبقاو غير تحركوا وتحبسوا عند القوام اللي بغيتوه، سواء ثقيله ولا خفيفه. كان درت كاس ونصف من الحليب، زدت نص كاس، اذا كاس ونصف من الحليب، ونبقى نحرك باستمرار. انا برك راح نزيد شويه ملح وفلفل اسود ونبقى نحرك.
اذا هنا بعد ما تحصلت على هذا البيشاميل كما راكم تشوفوا ما ثقيله ما خفيفه بزاف يعني مليحه ما بغيتهاش ثقيله بزاف. هنا راح نضيف لها شويه تاع جبن مبشور استعملت جودا ممكن تستعملوا اي نوع تاع جبن المهم يكون من الاحسن نوعيه جيده هكا باش ديكم البيشاميل بنينه. ولما كاش متوفر ديري جبن طاري لانه البيشاميل كي تزيدوا لها الفرماج راح تجيكم بنينه سيغتو في هذا النوع من الكراتا. ديروا في بالكم بلي ما فيه لا بيض لا حتى حاجه البيشاميل هذه لازم نديرو لها شويه تاع الفرماج باش تجينا بنينه. هنا بعد ما قليت السلق مع الزيتون خلو حتى ينشف مليح من الماء اللي فيه ومن بعد راح نضيف له هذيك البيشاميل. هنا لكم الاختيار نعطيكم زوج طرق ممكن تخلطوا كلش مع البيشاميل وتحطوه في المول تاع الكاطا كيما ممكن تحطوا طبقه تاع السلق اللي درتوها بالزيتون من بعد ديروا فوقها البيشاميل يعني حسب الاختيار. انا هنا خلطت كلش مع بعض. اللي تبغي الكراتان تاعها يجيها ناشف دير السلق من تحت ومن بعد تضيف البيشاميل من فوق. هنا راح نفرغ الكراتان في المول كما راكم تشوفوا درت هذا المول يعني المول على حسب الكميه اللي عندكم تاع الكراتان. إذن راح ندير كحديك الكمية تاع السلق ومن بعد راح نضيف عليها الجبن المبشور من فوق. ندخلوا الكراتان تاعكم ينشف شويه في الفوق ومن بعد تعاودوا تخرجوه وترابولوا شويه تاع الفرماج وتدخلوه يعني يذوب غير على هذيك السخانه تاع الفور ومن بعد تقدموه. ان شاء الله تكون وصفه نهار اليوم نالت اعجابكم. غراتا بزاف خفيف وبزاف بنين يعني اقتصادي كما شفتوا. ان شاء الله تجربوه وان اعجابكم ما تنساوش دعمونا القناه باشتراك والضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد الوصفات. تهلاو في روحكم والى اللقاء.